مفكر سوري مؤلف كتاب مغامرة العقل الأولى، فمن هو؟ 12976 كتاب بيعالج وبيحلل موضوع الأسطورة ونشأتها وتأثيرها في ثقافة وتقاليد ووعي الشعوب. علي الوردي؟ طبعاً إجابة خاطئة. علي الوردي عراقي مش سوري. روضة إجابتك؟ هخمن يعني ياسين رفاعي؟ طبعاً إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. سليم بركات، جورج طرابيشي، محمد شحرور، فراس السواح، موسوعة تاريخ الأديان. دول أهم عملين لي. هو مش سليم بركات، فراس السواح. وأنا قلت لكم خدوا الجوكر في التاريخ وما سمعتوش كلامي. مفكر مهم جداً في سوريا.